بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا هادي. وأظل فرعون قومه، أعرف شكون تبع وشكون تصدق وشكون تتخبو. يا من تقول لي عاقبتك خير، ما عليك كان تلتزم. فاتبعهم فرعون بجنودهم فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، أضلهم ولا حتى ريحة ريحة من الهداية. أعرف مش يرسلكم يا أتباع بورقيبة ويا أتباع بن علي ويا أتباع السبسي والسيسي. والله أعلم هل يقولون بعض من الحقائق في أنفسهم أو يقلبوا كل الحقائق لكي لا يكتشف أمرهم فيشمعوهم، وكما تقول انت يباهوا بحالهم شعوبهم اللي عبتهم بيها ومشوا في ظنهم اللي مش تحقق امالهم على يد بورقيبه لم تتحقق بل وقعت في ذلك. والان التوانسه قاعدين يعني من تبعات اكاذيب بورقيبه وغفله من رفعه الى موقف ليس هو مؤهل له وانه مجرد. وما زلنا يجي نهار وبحول الله تعالى تتنحى كلمة بورقيبة من الشوارع ومن التاريخ المفتعل، تاريخ اللي صنعوه صنعاء وكذبوا على القاسي والداني من التوانسة. إلا المؤمنين فلا يصدقون إلا ما قاله الله والنبي الكريم عليه الصلاة والتسليم، عليه الصلاة والتسليم، وعلى إخوانه كذلك بالمثل صلاة وتسليم.